السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعنا من البعض أن حديث افتراق الأمة وافتراق اليهود والنصارى أنه ضعيف، فهل ما يذكرونه صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الحديث خرج وبينت رواياته، ما هو ضعيف. إن كان ضعيفا من طريق فإنه يكون صحيحا من طريق آخر ومن مجموع الطرق. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،